شواوني في الكبده ديالي ما نسمحش ليهم. ماشي احنا مرضنا في الدار كلها مرضنا، ما خدناش الحق ديالنا. واش كاينه شي جريمه قتل كدوز في الابتدائيه؟ والبنت كتقول هما ضربوا معاه ورجعوا ليه. كنا في البن سليمان قال لك ما نقدروش نبقاو ناكلوا لك فلوسك. هاد الملف فيه تخلويض، فيه تخلويض. انا ام المرحوم محمد امين الشيكي اللي تقتل، لقيناه مليوح مقتول في الغولف 2016 شهر 8 نهار 28. كانت جالسه مع البنت ومع الدراري صحابو، كانت فاجعوا في الليل جاوا دقوا علينا الدراري اللي ضربوا معاه. مني ضربوا معاه على قبل البنت. هاد البنت كانت معاهم، كانت جالسه معاهم صديقتهم. اه باسكو صديقتهم وضربوا على قبلها في المحضر ديال الامن. الله اعلم شكون اللي لاحو. انا باقا دابا تنطلب عير الفتح باش تحقيق يكون مزيان ويكون نزيه. راه حرام هادشي من جهه الله. كيفاش ولدي انايا كان مع البنت ومع الدراري تلقينا مليوح في الغولف 18 ساعه ولا مع 17 ساعه حفيان عريان حافي القديمين كلشي محيدينو ليه ومجرور في الارض. ها انتم كتشوفوا، ها انتم تشوفوا الشاب كيفاش داير، خالوق مربي تقني كهرباء السيارات. هاد الناس اللي ضربوا لي مع ولدي شواوني في الكبده ديالي ما نسمحش ليهم. ماشي احنا مرضنا في الدار كلها مرضنا، ما خدناش الحق ديالنا. واش قاتلين وخارجين؟ راه ولاو اجرام، هادشي راه ولا اجرام. والناس هاد الشهاده ديال العساس بان ولدي هاد الدراري اللي ضربوا معاه هو اللي قتلوه. والبنت كتقول هما ضربوا معاه ورجعوا ليه، دقوا عليهم في دارهم قالوا لي عطينا امين باغي ننتقموا منه، وجاو عندنا حنا للدار مع 12 الليل ولا الوحده ونص وقالوا لينا راه امين ضربنا معاه. حنا هاد الناس تندعيوهم من الله سبحانه وتعالى. ودابا الملف راه باقي هنا في استئناف، تيقولوا لي راه مشى للتحقيق مشى للورزازات لحقاش تعطاتنا شي معطيات جديده. درنا شكايه للسيد وكيل العام، امر البحث عند الشرطه القضائيه ديال بن سليمان، استمعوا ليا، استمعوا للشاهد العساس اللي ادى بالشهاده ديال الحق. كنت فاجئ تجتني استدعاء باش نحضر في المحكمه الابتدائيه ديال بن سليمان. عندي من دفاع كانت شي معطيات جديده، واحد السيده كتقول بان رجلها هو اللي قتل امين. علاش حنا تنطلبوا باعاده البحث؟ يحيلوه الفرقه الوطنيه، يحيلوه الدرك الملكي، حنا ما بغينا نتهموا حتى واحد. دابا درت محامي من هنايا الله يرحم ليه الوالدين، راه غادي معايا غادي مزيان، وجوج محامين من هنا في الجنايات. دابا خمس سنين، دابا خمس سنين، ودابا من دابا سبع شهور والدراري ما تيحضروش، المتهمين ما تيحضروش في الجلسه. كنا في البن سليمان قال لك ما نقدروش نبقاو ناكلوا لك فلوسك. هاد الملف فيه تخلويض، خاصو يتحال على وكيل العام، وكيل العام يدير في يصدر فيه داكشي اللي بغى. واش كاينه شي جريمه قتل كدوز في الابتدائيه؟ هاد المتهمين ما تيحضروش نهائيا. مني نط عند السيد قاضي قلت له احتراماتي لك ولدي، هاد المتهمين ما تيحضروش اللي قاتلين لي ولدي، وهالاقوال ديال الدراري عند البوليس اش تيقولوا. والبوليس قالوا لي شوفي خالتي راه هادوك هما اللي قاتلي، هادوك هما السبب لوفاه ديال ولدك. ما كانوش في الاول ما استمعوش لينا ما سولوناش، ولكن مني جيت درت شكايه عند وكيل العام الله يرحم ليه الوالدين ويخلي ليه وليداته، استمعوا ليا واستمعوا للشاهد. ودابا اللي تنطلب الله يرحم ليكم الوالدين المسؤولين الكبار،